هل انت كحكومه كانك تمثل الحكومه هل انت وفرت البيئه عشان اني انا اقبل عليها ولا هل انت وفرت دقيقة. ما وفرت اذا وجدت المنتديات الثقافيه توجد في تخصص معين او في كليه معينه او في صف معين نسبه الشباب يعني الشباب الفعال في المجتمع هم الاكثر قراءه هل في قراء علشان اجي المنتدى انا اليوم انت طالب مثلا بتوزيع مكتبه هل هو فعلا المكتب اللي هي موجوده فيه اقبال عليها اخرج الطاقه السلبيه اللي داخلي في قراءة الكتب. نحن عندنا المكتبة في المدارس على سبيل المثال لو نجي نتحدث عن المكاتب في المدارس. أشبه بصندقة. ما في. يعني أشبه بمخزن. المجتمع مش بيوم وليلة بتخليه قارئ. مرحبا بكم. يقول الأديب محمد الرطيان في أول وصية من كتابه وصايا: بإمكانك أن تدور العالم كله دون أن تخرج من بيتك، بإمكانك أن تتعرف على كثير من الشخصيات الفريدة دون أن تراهم، بإمكانك أن تمتلك آلة الزمن وتسافر إلى كل الأزمنة رغم أنه لا وجود لهذه الآلة الخرافية، بإمكانك أن تشعر بصقيع موسكو وتشم رائحة زهور أمستردام وروائح التوابل الهندية في بومباي، وتتجاذب أطراف الحديث مع حكيم صيني عاش في القرن الثاني قبل الميلاد. بإمكانك أن تفعل كل هذه الأشياء وأكثر عبر شيء واحد وهو القراءة. الذي لا يقرأ لا يرى الحياة بشكل جيد. موضوع حلقتنا اليوم عزوف الشباب عن القراءة وبالتحديد في محافظة المهرة. يا حي الله بالشباب. كيف حالكم اليوم؟ مساكم طيبين؟ وخبريكم هلوك عبد الله إيمانية طيب إلي ما تصمت ليلة أبد والخير عافية يا حس إيش رأيك بموضوع القراءة موضوع مهم صراحة ويهم كل الشباب بحر من المعرفة والتفكير الثقافي أنا أشوف إنه يهم المحافظة بشكل خاص جميل طيب مشاهدين الكرام ابقوا معنا مرحبا بكم مرة أخرى. طيب لو نجي لو نتحدث عن القراءة والشباب وعزوفهم عن القراءة بالتحديث في محافظة المهرة، بيسألك أي شاب يقول لك ليش أنا أقرأ؟ طبيعي إنه بيصير ليش أنا أقرأ؟ هذا اللي يسأل أتوقع إنه عنده عديم الوعي. لو كان فعلا يوعى ما أتوقع إنه بيوصل لدرجة إنه لماذا أنا أقرأ؟ من حقه طيب يسأل. طيب لو نجيب يعني ليش الإنسان يريد يقرأ؟ ليش يقرأ؟ شوف ممكن إذا تكلمنا في هذا الخصوص أول شيء أهمية القراءة للفرد يعني في شتى المجالات ليش أقرأ علشان تعرف من أنت من ناحية التطور الذاتي ليش تقرأ علشان تعرف التخصص اللي أنت تدرسه ليش تقرأ علشان تعرف المحيط اللي أنت فيه يعني القراءة اليوم يعني زي ما قال الأخ يوسف بداية بحر من المعرفة يعني في الناس نفسهم كيف تعرفهم كيف تتعامل معهم أنت نفسك كيف تتعامل معهم نحن نتكلم عن مصدر من مصادر المعرفة يعني لا نوجه أن القراءة هي كل المعرفة ممكن واحد يقول لك أنا ما أريد أقرأ لكن ممكن عندي أنا الاستيعاب طيب في السمع شوف محمد لو ضربت مثال يعني أنا أو أنت مثلا رايحين منطقة معينة تمام بس أنت قاري على المنطقة هذه وتعرف كثير عنها بس أنا ما أعرف شيء رحت كذا بس مين اللي بيستمتع أكثر أنا ولا أنت طبيعي الذي عنده معلومة بالضبط يقول لك في دراسة تقول لك نسبة الشباب يعني الشباب الفعال في المجتمع هم الأكثر قراءة والأكثر مبادرة وتقديم حلول هو الذي يقرأ أكثر والذي يعرف مشاكل المجتمعات الأخرى ويلاحظ أنه في مشكلة مثلا يعني هذا جانب معين يعني هذه فائدة من الفوائد وفي فوائد كثيرة نعم ما بنقدر نحصرها يعني طيب لو نجي إلى اهتمامات الشباب في محافظة المهرة خلونا من جانب القراءة تقصد نعم أولا يوضح أنه الجانب المعرفة الدينية ربما لها أهمية من القراءة والاطلاع لأن الجانب الديني تحصل أكثر شيء كان مركزي من قديما وثم الجانب في تجديد في بعض الفتاوي إذا ما اطلعت أنت كقارئ أتوقع في هذه خاصية في القراءة بشكل خاص
إذا ما اطلعت في هذا الجانب فطبيعي ربما بتدخل في بعض الإشكاليات الجهلية، وهذه طبيعي يعني اللي مش مطلع بيوصل لهذه الإشكاليات. نعم. طيب لو نجي إنه الفراغ لازم إذا ما ملأته بشيء يفيدك بتملأه بشيء يضرك. صحيح. ولو نركز كأن عندك نقطة يا غالي على الفراغ، لو ركزنا بشكل كبير على قراءة كتب والتعرف على مثلا حضارة ثقافة، خصوصا في وقت الفضاوة، يعني لو استغلينا وقت الفضاوة بشيء من القراءة ولو ساعة، في البعض يقول لك أنا أخرج الطاقة السلبية اللي داخلي في قراءة الكتب. صحيح. المشكلة اهتمامات الشاب يعني للأسف نسبة كبيرة هو السلاح، الرياضة شيء جيد وإيجابي جدا والجميل أن واحد يعني يهتم بالرياضة، بس الأشياء السلبية واللي يملأ الفراغ اللقاءات وما إلى ذلك وتفاصيلها. طيب خلونا من اهتمامات الشباب في المهرة، المنتديات، يعني ما دور المنتديات في محافظة المهرة؟ المنتديات التي تهتم بالقراء ومثلاً معارض الكتاب مثلاً، التفاصيل هذه كلها. المنتديات ممكن إذا تحدثنا عن المنتديات الثقافية هي نادرة، هذا أولاً. هل هي موجودة في الأصل؟ يعني إذا المنتديات في محافظة المهرة موجودة أصلاً؟ طيب أكمل. المنتديات الثقافية أتوقع لا. أكمل نقطتي، إذا كانت هناك منتديات أساساً ممكن تكون في جانب الجامعات أو في الكليات أو في الأشياء العلمية المحصورة. نحن نقصد منتديات ثقافية أنشئت لهذا الغرض وهو غرض القراءة. يعني ممكن هناك موجودة منتديات بس في مجال معين، في تخصص معين، في كلية معينة، في صف معين. لكن نحن اليوم نتكلم على منتديات اللي نقصده، وأنا كنت أريد أعرج على هذه النقطة، أنه عندنا يعني إذا وجدت المنتديات الثقافية توجد في تخصص معين أو في كلية معينة أو في صف معين أو حتى بعض الأحيان تحصرها في مجموعة معينة. يعني المهتمين يعني فترة من فترة، حتى معرض الكتاب اللي أنت ذكرت عليه يعني يقام بين فترة وفترة، يعني إذا كنت سنوية فقط أنه مرة واحدة. أتوقع أن البيئة اللي في محافظة المهرة ما وفرت بشكل كبير هذا، وأحد الأسباب هي أنه لا توجد مكتبة في محافظة المهرة يعود إليها القارئ كلما حاول أن يقرأ. في مكتبة، في مكتبة مكاتب، ولكن أنا أقصد مش نحن ارتبط يعني المكتبة. أنا متى عرفت؟ لما شفت هنا أنه مكاتب يعني بالذات في يعني دول المكتبة تجد يعني مكتبة على مد البصر. نحن عندنا المكتبة في المدارس على سبيل المثال، لو نجي نتحدث عن المكاتب في المدارس، أشبه بصندقة. ما في يعني أشبه بمخزن، أشبه بمخزن حرفيا. أيضا محمد تشبيه حزين، أشبه بمخزن مستودع كتب. تلاقي المكاتب يعني مش مشبعة بكتب فقط، المنهج الدراسي، المنهج الدراسي هذا اللي أنا لا في كتب، ما في كتب مختلفة يعني. وأنا أشوف لها أسباب عدة، يعني أنا يعني من وجهة نظري ما أدري تتفقوا تختلفوا معي، كيف أنا ممكن أنشأ مكتبة يعني على سبيل المثال أنا كسلطة محلية أو كجهة معينة أهتم بهذا الجانب، كيف ممكن أوسع مكتبة؟ مثلا غرفة كانت أساساً الغرفة هذه ما حد يجيها، كيف أنا أوسعها؟ يعني أنا زين سويت مكتبة عرض في طول. تقصد اهتمام المجتمع نفسه؟ اهتمام أساساً المجتمع نفسه مش متقبل فكرة القراءة. هذا يعتمد على المنتديات، هذا يعتمد على المنتديات الاجتماعية. لو في منتديات يا رجال ما في رغبة، اسمعني عبد الله، لو في منتديات اجتماعية وهمت واهتمت بهذا الموضوع القراءة وحفزت الشباب على المعرفة بيكون فيه اهتمام، بيكون فيه اهتمام. عفوا بس عبد الله، انت الحين توفر لي تقول لي انه المجتمع مش تابع للقراءة، لكن هل انت كحكومة كانك تمثل الحكومة، هل انت وفرت البيئة عشان اني انا اقبل على هؤلاء؟ هل انت وفرت؟ دقيقة. ما وفرت لي يعني. طيب انت طيب 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 تمام ايش رايك نتجاوز هذه النقطة؟ انت بتضاربه شوية وتضاربه. لا والله جميل يعني يكون في نقاش. طيب يعني هل انت منتظر مني اني اوفر بيئة عشان تبدا تقرا؟ طبيعي. خلونا نبدا من الاسره، خلونا نبدا من الاسره على سبيل المثال. دور يعني الاب والام في انه الولد يتجه يعني يقرا يطلع يكون يعني يعي بما يدور من حوله. اجيب لكم قصه. انا يعني بدايه نشاتي ما كنت اهتم كثير بالقراءه واشوفها يعني شيء، ما كنت يعني اعرف ايش الفوائد قراءه وكذا. ايش اللي خلاني اركز اقرا كتاب؟ اول مره قصتي مع قراءه كتاب ايش؟ والدي دخل علي الغرفة وأنا ألعب بالتليفون، فقال لي إيش؟ قال لي أنت 24 ساعة أنت على التليفون يا رجل، أمسك لك كتاب يا أخي. دقت هنا في رأسي، وبالفترة هذه كان في معرض كتاب، هذا المعرض الوحيد في معرض المهرة اللي أذكره. فرحنا أنا وتقريبا أنا ومعتصم المعرض وأخذنا لفة من الكتب. فكانت هذه فدور الأب والأم أعتقد مهم جداً.
دور الأسرة بشكل عام. شوف وفي قراءة الكتب تجد المتعة واللذة يا أخي. لو تحدثنا معتصم على لذة القراءة والله حكم الأستاذ معتصم قارئ. طيب لو تحدثنا ممكن بس بعد الفاصل ممكن تحسسوني أني فعلا قارئ. طيب مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل. مرحبا بكم مرة أخرى. يوسف قال في القراءة لذة. هو سأل معصم المعروف في الشلة أنه يقرأ كثيرا. مهتم بالجانب هذا. أكثر من في لذة في القراءة. البعض يقول لك أنا ما أقدر أعيش إلا مع الكتاب. يعني أشوف في ارتباطي بالكتاب ارتباط وثيق. كان والله حتى بعد الفاصل لازال وجهي ما تغير. بوجهة نظري والله أعلم بعد اطلاعي بنسبة بسيطة في القراءة مبدئيا. وجدت فعلا أنه خلاص جوي هذا. أنا اكتشفت كأن ذاتي. القراءة تخليك أنك تكتشف ذاتك. فخلاص بدأت أنه فعلا ما أشوف أي متعة بالنسبة لي شخصيا كنت رياضي وكنت في جوانب أخرى غير هذا الجانب. فأتوقع أن هذا الميول هو الذي وجهني لما أريد. طيب طيب موضوع المناظرات كذا هل موجودة معنا في حصر عندنا في حصر هذه المناظرات محمد لو ربطناها بالمنتديات الشبابية اللي هي تخص القراءة من تحفيز الشباب للقراءة أيضا تقدر تطلع شاب قوي في المناظرات مثلا صح يكون مثقف وواعي وعارف وين ايش يسوي وايش ما يسوي بتطلع شباب للأسف عندنا شباب حتى ما يعرف ايش المناظرة هي نفسها. طيب اللقاءات الفكرية الثقافية كم نسبتها بمحافظة المهرة؟ قليلة طبيعي قليلة بقلة قراءها صراحة. عبد الله قليلة يعني في نسبة. شوف أنا أعتقد إنه يا محمد أنا ما أنا في يا أخي أنا يعني ما أدري إيجابي أنا اليوم يعني ما الموضوع هي المنتديات الثقافية أوكي منتديات ثقافية أنا بنشأ بس أساسا نحن اليوم في محافظة المواجهة مشكلة في القراءة نفسها يعني أنا اليوم وين القراء علشان إن أنا أنشأ أنا يعني ممكن معتصم أنا أنت رجعنا ممكن للديرة طيب اريد قراء اريد انشئ منت هل في قراء فعلا يعني الا ما ندر في 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 موجودين بس قله اليوم يعني لحظه بس اني اوضح الصوره اللي يقولها عبد الله انا حسب اطلاعي مع المبادره طلاب المهره في تركيا تسجيل في المنح وجدت انه في فئه من الشباب صح وان كانت قلت اعترف انها قليله هذا الاعتراف لا يخلي بالامر لكن في اطلاع لكن توفير البيئه طبعا مش لازم انه يكون كل المجتمع قارئ مش لازم صحيح. ابدا صحيح. كل المجتمع لازم انه يكون واعي مهم جدا لكن نسبه القراءه انه يكونوا جيدين هذه هي نسبه القراءه اللي نحن نريدها اتوقع ان ما وفروا لنا بيها عشان نكتشف هذه النسبه ولا طيب انا اشوف طيب, طيب, طيب لو نجي نتحدث على الكتاب في محافظه المهره اعتقد عددهم قليل محدوديه جدا بالعدد عددهم قليل وايضا مركز اللغه المهريه والبحوث اتاح فرصه للشباب الكتاب حاليا تدوين كتبهم هذه نعم. فرصة جميلة في جدا في الفترة الأخيرة نكون يعني متفقين على أنه في الفترة الأخيرة في تحرك نوعا ما ثقافي صحيح. ونتمنى أن يتحول هذا التحرك إلى ثورة ثقافية الناس بإذن الله يعني مطلوب. الشباب هو كل ما كان واعي ويعرف إيش بغيت وإيش ما بغيت فأعتقد بيوصل لأنه يقرأ ويبحث ويكتشف أتاح فرصة مهمة والله هذا مكتب البحوث حسب اطلاعي الأخير في الكتب التي أصدرت من هذا المركز كتب قيمة يعني على سبيل المثل كثير من المواضيع اللي ما كنت أعرفها شخصيا وجدتها في الكتب يعني عن سواء كان السياحة في المهرة عن الإبل في المهرة كثير المسميات أتوقع نعم. حتى والشعر الشعر المهري الأخير الذي أصدر في كثير من الأشياء وجدتها في الكتب ما أتوقع أن بيجدها أي عام في قبل فترة كنت أتكلم مع مدير المركز رئيس المركز والمدير رئيس المركز عامر فايز قال إيش قال المؤتمر الأخير اللي المهرة عبر التاريخ اللي يقيم قال هذا الأعمال اللي فيه البحوثات قال هذه نعتبرها يعني عمل القرن يا ساتر من الأشياء اللي وإلى الآن يشتغلوا فيها على فكرة يدققوا فيها وبينشروها بإذن الله طيب خلينا نتكلم على الجامعة تعتقدوا أن عدم وجود جامعة في محافظة المهرة في الفترات السابقة كان له دور في انه الشباب ما يهتم بالقراءه
وكذا مواضيع. بالنسبة لي أنا ما أشوف في علاقة. ما لها علاقة تشوف. أنا ما أشوف ما لها علاقة صراحة. في علاقة. ممكن علاقة ضئيلة. ضئيلة يعني بس لما مثلا في دراستك الجامعية تحتاج إلى بحث وبحوث، يعني لازم تقرأ علشان بعض الوقت تحاول تتفق مع عبد الله. لا عفوا عبد الله، أنا أكمل. أنا خالفك إذا بيكمل ممكن إنه يصلح معلومته، لكن أنا خالفك في المعلومة إنه وجهة نظري والله أعلم، لما توجد جامعة يكون كأنه في طلاب من خارج المحافظة نفسها يدرسوا في الجامعة، وطبيعة الطالب اللي جاء من خارج يكون متفرق لاتجاه الجامعة، يعني يكون دائما يبحث عن الجامعة، فتحصله يستثمر وقته بالقدر الممكن وتحصله يقرأ. هذا النوع اللي يقرأ من يحفز الجانب اللي لسه ما كانت عنده القراءة بشكل وافر. أتوقع أن المبتعث إلى محافظة المهرة إن وجدت جامعة بيؤثر بشكل كبير، نسبة وعيه بتأثر على المجتمع اللي حوله. أتوقع أنا أتفق مع معصم بهذه النقطة ونختلف معك يا سيد عبد الله اسمح لي. أنا ما كملت النقطة. خلاص النقطة اللي بعد. طيب لو نجي نتكلم على موضوع المواقع الإلكترونية والكتب، كتب البي دي اف هذه. يا سلام، ده الحين انتم تناقضوا موضوع انه ما في كتب في المكتبه، اذا في كتب في الانترنت، وين الخلل؟ ضغط الزر تجيب لك مليون كتاب. البعض ممكن يقول لك يا اخي في محافظه المهره ما في. شوفوا انا النظريه هذه اتفق معها، يعني الكلام هذا انا اتفق معه، بس بقول لكم يقولوا لك يا اخي ماشي معنا مكتبه كذا نقدر نجلس فيها ونقرا وكذا. معهم حق. نعم انا عن نفسي اشوف معهم حق. هو صح في كتب يعني بي دي اف متوفره انت بتقدر تقرا، وهذا مش عذر، انا معك حق، بس هذا مش عذر لك انه تحس انك لما ترتبط بالكتاب ورق ارتباط اخر. بس انت اذا ما عندك شيء، ما عندك خيارات، ما معك الا البي دي اف، يا رجل اقرا منه. بس برضو في شيء اخر، ممكن استخدام التلفون ربما شيء جيد، لكن حتى نسبة الكهرباء في المحافظة، إذا قلنا في الكمبيوتر، أنا بنزل الكتاب في الكمبيوتر إذا هو PDF، الكمبيوتر ممكن ما بيستمر ساعتين يعني، والكهرباء تطفى 5 ساعات 6 ساعات، يعني نسبة القراءة اللي بستخدمها في ظل لا وجود كهرباء أتوقع صعبة شوية. أنا والله أختلف، أنا اليوم أتوقع أنك بتتفق معي في النقطة اللي قلتها. أنت اليوم بس تختلف معنا يا جماعة، نحن لابد يعني إذا لا جميل. النقطة اللي بنختلف هو أساس المشكلة أصلاً أو أساس الشيء نفسه. يعني أنا اليوم أنا بتكلم على منتديات ثقافية، طيب هل في قراء علشان أجي من المنتدى؟ طيب اليوم أنا دقيقة كمل بس. أنا اليوم أنت طالب مثلاً بتوزيع مكتبة، هل هو فعلاً المكتبة اللي هي موجودة في إقبال عليها؟ طيب اليوم أنا مثلاً على جامعة المهرة، اليوم أنتم الآن تقولوا في سوشيال ميديا. طيب هل السوشيال ميديا هذا أثر على الموجودين؟ هل في إقبال؟ هل والله أنا ما أختلف معك إن إذا جت جامعة المهرة حيزيد الطلب، ما في أي إشكالية. ليش؟ التخصصات لها دور، المبتعثين لهم دور، لكن بنفس الوقت هذا لا يعني إنه عذر. انطفاء الكهرباء. جميل، طيب جميل، الكهرباء جميل جميل. لو معك نقطة بس الوقت معك. تمام عبد الله، نقاطك واضحة يعني واقعية، بس هذا لا يهمل إنه إذا وفرت ربما في جيل إقبال. إضافة إلى ذلك المجتمع مش بيوم وليلة بتخليه قارئ. حلو طبيعي. انت اصلا على فتره معينه وتوفر لهم صحيح. اجواء. طيب شكرا لكم يا شباب. مرحبا وسهلا. و في تقرير التنميه الثقافيه الذي تصدره مؤسسه الفكر العربي بينت ان متوسط قراءه الفرد الاوروبي يبلغ حوالي 200 ساعه سنويا، بينما الفرد العربي لا يتعدى 6 دقائق سنويا، وهو في تناقص، النسبه ضئيله جدا، وانعكست آثارها على الواقع الذي نعيشه اليوم. إخوتي أبناء محافظة المهرة، اسألوا أنفسكم كم نسبة القراءة لدينا؟ للأسف ربما قد تكون النتيجة 0. في أمان الله. مجتمعات